المغرب وإسبانيا يشرعان رسمياً في مناقشة تفاصيل مشروع النفق البحري بعد عقود من طرحه. كفكرة سنة 1979 عاد مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق إلى الواجهة، بعدما طرح للنقاش بشكل رسمي أمس الخميس خلال مباحثات جمعت كلاً من نزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، ووزيرة النقل والبرامج الحضرية الإسبانية راكيل سانشيز خيمينيث. يشار إلى أن فكرة إنجاز النفق القاري البحري بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق طرحت لأول مرة إبان لقاء خوان كارلوس الأول بالملك الحسن الثاني في 16 يونيو 1979، ليتم بعد ذلك تكليف شركتين عموميتين إحداهما مغربية والأخرى إسبانية بدراسة جدوى المشروع وتطوير فكرته. وتم بالفعل في 8 نوفمبر من العام نفسه توقيع اتفاقية التعاون العلمي والتقني التي تشكل الأساس القانوني للتعاون بين البلدين لدراسة جدوى المشروع.